مؤسسة عسل زازي ميال من بين لك مربي ناحية البلدية العاطفة كممثل أسول معرض الصناعة التقليدية والحرف مجال تربية منتجات النحل منتجات العسل من بين منتجات العسل لغرنا العسل السادة عسل لوبينا عسل جرجير عسل الحرمان وده حبوب طالع وموتو لغرنا الشمع مش يقارن الشهدة لغرنا أدهن لشال ياسمين يوسي اللي يتعانس المشكلة اللي كزيما نغلور طبلاك ويفسر حاجة وحديت والصابون منتجات محلية تجور نفس الشيء يسمى الصابون يسير نفس الحاجة نغلور طبلاك يوم العيد وطني هرفي راني هنا في النادي مشاهدا حرفيين بارك الله فيهم راهم مشاركين وراهم نجسوا كل حرفي راه قدم خدمات اللي راه يتمثل الانمي نتاعو بارك الله فيهم كاع نطلبوا ان شاء الله تتكرر هذه المعارض وما تعودش حبيسه تعود تبين ان المنتوج الحرفي هذا راه ينتج راه يدير المعرض الحرفي اليوم الوطني رانا على مشاركين في دار الشباب على القدر تاع غدايا كحرفيين تاع غدايا كل واحد واش يخدم ان شاء الله نطلبوا ربي نطلبوا ان شاء الله اللي راهم مهنيين يوفرونا الاماكن تاع العرض يوفرونا التسهيلات الاداره وهذه هي نخدم تكرويات ان شاء الله طبيعي تقليدي تكرويات كنت حرفي في صناعة المشروبات والمستمرات التقليدية. المناسبات تاع اليوم الوطني للحرفي راه معرضين هنا ان شاء الله نمثلوا الحرفة تاعنا تاع الغداية حرفيا ما شاء الله كيف يكون واحد الصناعة تاعو ماذا بغينا نخرجوها هذه الوطنية ما شاء الله كاين يدين كاين ما كيتاش في البيت ربي يخلي واحد الخدمة ما شاء الله.